وصل للإكوليبريم. أوكي إكوليبريم is reached or the reactant is exhaust, يعني أو المواد المتفاعلة تنتهي. Consequently in the batch reactor the conversion X, هذا الconversion جدا مهم هنا بال batch reactor, is a function of the time, هو دالة للزمن. يعني انه الكونفرجن هو شنو تكون الماده هاي الفلانيه, هل قدر للكونفرجن مالتها. راح اشوفون هو شنو الكونفرجن بقانون. هذه الماده علاقتها بمنو او تكونها بمنو, تكونها ويا الزمن. The reactant speed in the reactor, طبعا بالبدايه قلنا ال NA not is the number of moles A initially presented in the reactor, يعني اللي بالبدايه اول ما خلينا, طبعا هذا الكلام موضح حياته بالبداية أول ما خلينا عندما الزمن صفر فالNA هي not, في حين عند الزمن النهائي اللي هو T الNA تصير NA تيادية بدون النوت. نرجع شوية لفوق قلنا أنه عند الزمن صفر then the total number of moles of A that have reacted have been consumed, اللي استهلكت أو اللي تفاعلت after a time t is na not x, يعني المتفاعل مين راح نطلعه هو الانيشال بالconversion اللي حصلناه. طبعا الconversion راح نحصله من معادلة والان اي نوت هو عندنا كونستان ثابت, فنقدر نشوف الشكل الثاني اللي هو هسه شرحناه للباج رياكتر. فشي يصير بالنسبة للمولات, طبعا هذا احكي المول of a reacted هو الكونسيومد, يعني هذا المولات المتفاعله شلون راح اطلعها, اقول هي المولات الانيشال مضروبه بالاكس اللي هي منو احنا حكينا هذا قلنا الان اي نوت في الاكس. اوكي الرياكتد هو الان او المتفاعل الكونسيومد المستهلك هو الان اي نوت في الاكس. The number of moles of that remain in the reactor after a time t, يعني للاوت هذا نحكي هسه اللي هي الان اي كان بي اكسبريس ان ذا تيرم اوف ان اي نوت اند اكس. يقول المولز اوف اي ان رياكتر ات تايم تي, يعني النهائيه شو تساوي لنا, تساوي لنا الاوليه الان ماينس الرياكتد, يعني الاوت شو يساوي لنا, يساوي لنا شقد ماده, يعني الماده الاوت اللي طلعت لنا هي شنو, هي عباره عن ماده شقد ماده دخلت ناقصه للماده اللي تفاعلت. الماده اللي تفاعلت تحولت الى غير ماده, طبعا هذا الكونفرجن هو التحول. فهي المادة الـ N عندنا مثلا 100 كيلوغرام, ايش قد تفاعل من عندها, تفاعل من عندها مثلا 80 كيلوغرام, ايش قد الاوت هو بس 20, لان يعني 100 ناقص اللي راح لتفاعل هذا صار غير مادة. الاوت مالتي من هو الـ N ماينس الرياكتد. فايش راح يصير, راح يصير الـ NA اللي هو الاوت مثل ما رمزنا له هنا بهذا الجهة عند التايم T, شو يساوي لنا الـ NA نوت ماينس الرياكتد. الرياكتد هي من هي الان اي نوت في الاكس. زين هذا الان اي نوت ايش بيه عامل مشترك نطلعه, فشي يصير 1 ماينس اكس. نرجع نطبق معادله رقم 3 اللي هي اف جي نوت ماينس اف جي زائد ار جي في يساوي لنا دي ان جي اوفر دي تايم. هنا أنا يقول المول بالانس اون سبيشز اي فور دي باد سيستم از الار الاي في, لان ماكو قلنا ان وماكو اوت, ايش راح يساوي لنا راسا مباشره الجنريشن, ايش يساوي لنا الاكيوميليشن. من هذه the equation is valid whether or not the reactor volume is constant, يعني هذه المعادله صالحه اذا كان الفوليوم ثابت او مو ثابت. In general reaction equation 3 من chapter, هاي تذكروها general equation اللي اخذناها بالchapter 1 اللي قلت لكم دائما راح ناخذها هي كمثال. ال A زائدا ال B over A B ينتج لي ال C over A زائدا ال D over A في ال D. هذه طبعا باعتبار انه ال A هي limiting او المادة المرغوبة. Reactant A is disappearing, يعني هاي المادة A هي دا تختفي, يعني معناها شنو هاي reactant أو المادة المتفاعلة. Therefore we multiply both sides in equation 6 by minus 1. ليش حتى نسوي لها إشارة الماينس, يعني المادة دا تضمحل أو دا تنقص. To obtain the mole balance for the batch reactor in the form. Okay. مجرد أنه الريت راح يخلي له ماينس هنا, والماينس الأكيوميليتد هم يعني راح يخلي له إشارة الماينس. For batch reactor we interest in determine how long to leave the reactant in the reactor. يعني احنا هدفنا الرئيسي من الرياكتر هو الزمن, الباز رياكتر سوري, هو الزمن, انه نحسب ايش قد راح نعوف المواد داخل المفاعل. ليش؟ لان احنا مجرد راح نخلي المواد نغلق ورا فتره نفتح ناخذ النواتج, فهذه الفتره
هي أهم نقطة بالتفاعل هنا عندنا. يقول حتى تأتيف certain conversion X، يعني إلى حتى نثبت أو نوصل إلى فد تحول معين. أما هو يقول إن التحول المعين إيش قد مثلا، يقول لي أريد التحول هنا 98% أو 95%، أو هو يعتمد على الزمن إيش قد راح يحصله. To determine this length of time we write the mole balance equation 6 in terms of conversion by differentiating equation 5 with respect to time. Remembering that، يعني أنه هاي المعادلة بس مجرد معادلة 6، راح نرجع المعادلة 5. شلون راح نرجع المعادلة 5؟ راح نكتبها نسبة إلى الزمن، راح نغيرها ونكتبها نسبة إلى الزمن. بس ناخذ بنظر الاعتبار أنه الـ NA note هاي المادة الداخلة، إحنا عندنا هالقد مولات دخلت المادة الداخلة هاي، عندنا رقم يعني ثابت. فشي يصير DNA العفو NA شي يساوي لنا هاي معادلة رقم 5 اللي هي وصلنا لها الـ NA equal minus، يساوي لنا NA note 1 minus X، أو بعدنا هنا مساح بين العامل المشترك الـ NA note. شي يصير انه الـ NA note هذه الـ NA note هي ثابت، فمن يشتق هذه بالنسبة للزمن شو تصير؟ هاي تصير صفر، ومن يشتق هاي بالنسبة للزمن شو تصير؟ تصير minus DNA note DX over D time، يعني تغير الكونفيرجن بالنسبة للزمن. هذا شي يصير الزيرو يروح، يبقى minus DNA note DX over D time. نعوض هذه المعادلة رقم 6 اللي حصلناها قبل شوية، اللي هي المعادلة اللي بالأعلى الـ RJ الـ RA sorry V يساوينا DNA over D time، طبعا ورا ما ضربناها بالماينس، وراح نعوضها أو قبل ما نعوضها صار قبل ما نضربها بالماينس نرجع للمعادلة الأصلية، يصير RA V شو نعوض بمكانها هنا الـ DNA over D time، نعوض مكانها ماينس NA not DX over D time. يقول multiply both sides of equation 8 by minus 1 حتى نتخلص من هذا الماينس. شو يسوي؟ نحول لهاي الصفحه ماينس ار اي في الفي، شو يسوي لنا ان اي نوت دي اكس اوفر دي تايم. زين هذه اذا نشتقها بالنسبه او نحول او نغيرها بالنسبه للزمن، احنا نريد الزمن، فيصير من الصفر للتي دي تي، يعني او قبل ما نسويها تكامليا نقول هي دي تي شو يسوي لنا، نجيب هذا لهالطرف ونجيب هذا لهالطرف، يساوي لنا ان اي نوت في دي اكس على ماينس الريت في الفي. هذا من الصفر للتي وهذا من الصفر للاكس، يعني هذا اخر كونفرجن راح اخذه وهذا اخر زمن راح اخذه. فالتكامل مالتهم هذا شو يصير؟ تي شو يساوي لنا ان اي نوت اوفر في من الصفر للاكس دي اكس ماينس الرايت على ماينس الرايت. طبعا احنا عندنا الكونستريشن هو شنو؟ مولات على حجم. اي كونستريشن لاي ماده هو مولات على حجم. فبالنسبه للان اي نوت شو يصير؟ يصير سي اي نوت هذا شو يساوي لنا؟ تكامل من الصفر مضروب العفو تكامل من الصفر للاكس دي اكس على ماينس الرايت. يعني معادله التايم شو يساوي لنا؟ سي اي نوت من الصفر للاكس دي اكس على ماينس الرايت. هاي الديزاين اكويجن المن للباجر اكتر، هاي تنحفظ مثل ما هي، ما يحتاج لها انه يعني بالامتحان انه مرات من نطلبها بالمساله مباشره نكتبها، ما يحتاج الاشتقاق كله، بس احنا الاشتقاق نحفظه لانه خاف يجينا يقول لي اثبت لي الديزاين اكويجن للباجر اكتر. لهنا أنا راح ينتهي الجزء الأول من المحاضرة.